ومعايا كمان كوبايه من الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي اللي هي بتتباع في الكوبايات دي بتبقى حلوه قوي، لو بطعم الشيدر بطعم الرومي حلوه جدا، وهتعمل طعم حلو قوي للبطاطس. تمام، فانت هاتي الكوبايه دي، في كوبايه كده بتتباع، حطيها مع كيلو البطاطس. تمام، ومعايا معلقتين كبار من الزبده السايحه، ومعايا كمان كوبايتين من الزبادي اللي هو الزبادي الصغير اللي احنا بنتعشى بيها، نحط كوبايتين. ومعايا كمان بسطرمه، اي كميه بسطرمه بقى انت اللي عندك بواقي بسطرمه كده ولا حاجه هندخلها مع البطاطس. ومعايا كمان جبنه شيدر، شويه من الجبنه الشيدر المبشوره، هحتاج طبعا جبنه موتزاريلا كمان عشان الوش، والبطاطس اكيد هنحتاج لها ملح وفلفل وبس. خلاص، وصفه برده سهله قوي اهو. تعالي يا بطاطس، هنحط البطاطس هنا، نجيب لها سباتيولا حلوه كده اللي هي دي كده، وهنحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهنحط الزبده السايحه كده اللي بالكلام ده كله كده مع بعضه. ومعايا الجبنه الكوبايات او الجبنه الكريمي، هنحطها كده معاها مع البطاطس، ونقلب كده. ومعايا بقى البسطرمه، هنحط كده ايه حتت من البسطرمه بالشكل ده. كده اي كميه بسطرمه انت عايزاها بقى، تحطي كميه قليله كميه كتير براحتك كده. معايا جبنه موتزاريلا، هنحط على الوش كده جبنه موتزاريلا كده، وهحط حتت بسطرمه كمان على الوش تكون سليمه كده ولا حاجه، او حتى متقطعه مفيش مشكله زي ما انتوا عايزين. ومعايا كمان الجبنه الشيدر المبشوره، وهندخلها الفرن درجة حرارة 180 تقريبا ربع ساعة أو بالكتير 20 دقيقة. عايزين بس الجبنة كده إيه تسيح، وبالمعلقة بقى بالهنا والشفا طبق جانبي كده، كل واحد ياخد له من البطاطس دي، بيبقى طعمها حلو فيها بسطرمة جميلة قوي قوي، إن شاء الله تعجبكم. خفيفة كده في النص عشان اللون الأخضر، عشان أنا بحب اللون الأخضر قوي.